الو، السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. انا عبد الله، محتاج بطل اكسجين عندي مصاب. قد اسم التوكسجين عنده؟ 80. حتى اجي اخذك بالسياره وتجريها لبيت المخطيه. تمام، اهلا وسهلا. اتصال من احد المصابين بما هم بحاجه الى قنين توكسجين. ان شاء الله نفرم قنينه حاليا، نجهزها حتى ننطلق اليوم. اسمي عبد الله سمير ياسين، اعمل في المجال الاغاثي والانساني في مدينه الموصل. هذا المشروع اللي هو صدقه جاريه في سبيل الله لتوزيع قنان الاكسجين وجهاز الاعطاء، بعدما ابلغنا الناس الخيرين من اجل الدعم بالتبرعات لانشاء هذا المشروع. من بدايه الازمه وهذا عملنا بتوفير قنان الاكسجين عن مصابين داخل المنازل إلى بعد انتهاء جائحة كورونا. هذا المشروع هو طلقنا حملة على منصات الفيسبوك لجمع التبرعات من أجل إنشاء هذا المشروع. اجتمعت الناس على المساعدة من خلال الاتصالات بالتبرعات المبالغ المالية، وحولنا هذه المبالغ المالية إلى شراء القنان الأكسجين. وفرنا أكثر من 150 بطل أكسجين وأجهزة الإعطاء، وبعض منها أجهزة كهربائية مولدة للأكسجين. كل أزمة وكل كارثة تحل على مدينة الموصل، الناس الخيرين بمدينة الموصل أو بصورة خاصة وبالعراق بصورة عامة، الناس تنطلق من الحملات والمشاريع من أجل توفير ما يحتاجه المواطن البسيط في مدينة الموصل. أكثر الصعوبات هي نقل قنان الأكسجين لكثرة وزنها، فقررنا نجمع تبرعات لشراء الأجهزة مولدة الأكسجين الكهربائية لكونها أخف من القنان الأكسجين. هل تعتقد ستصل هذه الرسالة الإنسانية إلى المسؤولين؟ نعم، تصل هذه الرسالة الإنسانية إلى كل شخص مسؤول أو جهة حكومية. الرسالة والهدف هذا المشروع أنه نحن الشعب العراقي متعاونين جميع الأطياف على المحبة والمساعدة والرحمة، كذلك واجب وطني على كل إنسان أن يمارس العمل لخدمة المجتمع. خوش حكي احنا نحكي.